واحد بيقول اريد فكره عن موضوع الاحلام وانواعها وصحتها وهل هي تتحقق ام لا. الاحلام اما تكون احلام من الله زي الاحلام اللي فسرها يوسف الصديق وزي الاحلام اللي جت في يوسف النجار الى اخره. وفي احلام بتكون من الشيطان لازعاج الانسان او لتضليله عشان يقول له نصيحه تضيعه. وفي احلام بتيجي من العقل الباطن نتيجه صور مختزنه في العقل الباطن او نتيجه رغبات او اخبار مختزنه في العقل الباطن فتظهر على هيئه احلام. وفي احلام بتكون نتيجة وضع الجسد أثناء النوم، زي مثلا طفل صغير يقع من على السرير فعشان تتبرر الحكاية دي يحلم انه على جبل ووقع من على جبل وهو بس التبرير الوضع بتاع الجسد. انا فاكر مرة وانا شاب يعني قبل الرهبنة حصل لي حلم من هذا النوع يعني تبرير الوضع. انا كنت بشتغل من الصبح يمكن من 6 الصبح الواحدة بالليل وانام قليل، وفي يوم من الايام كنت لازم اصحى بدري فظبطت المنبه على بدري ومليت الجرس ومصحتش. ايه اللي خليني مصحش؟ الجرس ضرب ولا ما ضربش؟ كشفت عليه لقيته ضرب. امال ايه بقى اللي خلاني مصحش؟ الجسد تعبان مش عايز يقوم والجرس بيضرب. يبرر الحكايه دي ازاي؟ حلمت ان انا موجود في دار المجله وقاعد اكتب مقالات والتليفونات قاعد تضرب وتوقف عليه، انا مشغول عايز اكتب المقالات والجرس يضرب. اقول لا 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 انا مش هرد على التليفونات والا مانيش كاتب مقالات. لغايه لما الجرس بتاع التليفونات وقف. اللي حصل ان كان جرس المنبه هو اللي وقف، لكن القصة بتاعت قاعد في المجلة، كنت ساعتها رئيس تحرير مجلة مدارس أحد، قاعد وأكتب مقالات وفي تليفونات وغيره كلها تبرير لحالة الجسد اللي تعبان ومش قادر يقوم. فيبقى إما أحلام من الله، إما أحلام من الشيطان، لإما أحلام من العقل الباطن، لإما أحلام نتيجة حالة الجسد. وصحتها ما تتبعوش الاحلام، يعني ما تخليش حلم يرشدك، تقول اب اعترافك، لان لو واحد تاني قال لك راي غيرك انت يبقى احسن.